السلام عليكم. في سؤال بيقول لو انا دلوقتي عندي الحيطة خارجية وعايز ابدأ اعملها بالظبط، فانا لو عملت الحيطة بالظبط من اول فلور للفلور اللي بعديه، طب وانا كده بعمل ريندر الفلور نفسه هيظهر معايا، فانا عايز جزء بسيط من الحيطة اللي هو الفينش خارجي يمتد لحد ما يغطي الفلور اللي تحتيها. طيب خلينا نرسم وول، اقول له وول تمام وابدأ ارسم الحيطة. الحيطة هنا فيها تفاصيل بس ما ظهرتش عندي التفاصيل، هاجي هنا هقول له فاين هتبدأ تظهر التفاصيل. طيب هاجي هنا اقول له اديت، هخش اعمل دوبليكيت عشان ما نأثرش على الحتة التانية، هقول له اديت دي الحيطة بتاعتي تمام. الفينش دوت ده الاكستيريور، ده اللي المفروض هيبقى لبره. طيب انا ممكن اجي افتح الاقيها بالشكل دوت، الاقي الحاجات دي كلها مش متفعلة معايا، فاجي اقول له انا عايز ادخل في السكشن واقول له موديفاي. موديفاي تبدا انت بقى تعدل عليها تمام. الفينش اهوت اللي هو ده الخارجي هو كبير قوي، خلينا نخليه بس ايه 20 تمام. طيب لما تيجي كده هنا على الجزء دوت هتلاقي ان هو معمول له لوك، فاقول له انلوك بس كده، خلصت كده المشكله اتحلت. لما تيجي تقول له اوكي اوكي وتعال ناخد سيكشن، رايت كليك جو تو فيو اهو، لما تيجي تعلم على الجزء دوت اهي الحتة ديت، هتلاقي ان دي بقت جزء لوحديها ودي جزء لوحديها، فتقدر تمد دي بالشكل دوت وتقدر تتحكم بكأن دي حتتين مش حتة واحدة يعني بالشكل دوت. ومفيش أي مشكلة خالص في الحصر، أو مفيش أي مشكلة خالص في حصر الماتيريال، كله مظبوط. المهم إن هو يغطيلك على الفلور بحيث لما تعمل الرندر ما يضايقكش.